أسأل الله يحفظك يا أخوي بدر. وصراحة شكرا لحفاوتكم، شكرا لكل جهودكم، شكرا لهذا التنظيم الرائع، شكرا لكل من حضر وكل من أنجح هذا البرنامج. أنا أتوقع أن إن شاء الله يعني أن دائما أنا أقول الأنقياء حليفهم النجاح، فأنتم مجموعة من أنقياء، فعساس كذا تشوف محبة الناس هذه كلها تبارك الرحمن ومشاركة معكم، وحتى الناس والضيوف اللي قاعد يوجبونكم يعني يوجبونكم كذا يعني محبة لله في الله، ولأنكم أنتم ناس تستاهلون. بالعكس هو بساطته سبب نجاحه. أنا أعتقد حتى بعض مشاركات الأطفال كانت موجودة، يعني أنتم ما تركتوا ما شاء الله الكبار والصغار اللي كان لهم دور في هذا المعرض وفي النشاطات وفي أعمالهم. فأنا أتوقع أنه ما شاء الله كانت فكرته جدا مميزة وفكرته مش مطروقة قبل هالمرة يعني، فهذا هو سبب نجاحه وبساطته والفكرة انتقاء الفكرة أعتقد ذلك. والله صراحة أول زيارة لي في المنطقة الشرقية، صحيح يعني المنطقة الشرقية أول مرة أزورها، مع أني زرت جميع مدن المملكة لكن الشرقية ما سبق لي أن زرتها، فأول مرة وأول ظهور هذا لي أنا بينهم هنا، فتفاجأت ما شاء الله في هذا العدد الكثيف وفي هذه الابتسامات اللي لقيتها، والحمد لله هذه كانت أكبر جائزة لي حاليا. تستاهل محبة الناس بفايد من الشخصيات الجميلة. الناس كلها تتكلم عن البحة وتبغى تسمع لو شيء بسيط من عندك بفايد. على ذوقك شيء بسيط جدا، يقول عط عمرك الراحة وريح ضميرك، لا يهمك اللي في تعثرك يسعون، حقك أبد ما يأخذ شخص غيرك، كان كتب لك حق والله يبطون، ولا يختلف مشيك وتابع مسيرك، خل حاسدك يسر من أخطائك مغبون، وإن صار حزنك بالحنايا خشيرك، اجحده وتوكل على الله ويهون، وحدك تحدد وش تالي مصيرك، حاول تكون اللي تبي دايم تكون، بالك تصير إنسان تشبه لغيرك، لو أربعينك كملوا نصف مليون. صح لسانك وفهد دائما مميز ومبدع، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لتواجدك. ألف شكر لك يا أخوي، وألف شكر لهذا الحفاوة مرة ثانية.